كلنا بنعرف إنه الذكريات تبقى للأبد، والذكريات اللي رح نحكي عنها اليوم مهم يسمعها كل أردني وأردنية لحتى يعرف شو السبب إنه الأردن كان وما زال منارة للعالم العربي وقصة نجاح للعالم. أبطال هاي القصص ملوك الأردن وشعب الأردن الطيب الشهم والذكي. حواري اليوم مع شخص عاشر الحسين لأكثر من 25 عام بحياته الخاصة، حياته العفوية اليومية، في زياراته الرسمية وأيضاً في زياراته حول العالم. ومن هون منشوف صدق شخصية الحسين. بعد مرور 20 عام على وفاة الحسين رحمه الله، نستذكر محطات هامة جداً في حياة الحسين كانت من خلالها منشوف شخصية الحسين، إيمانه ورؤيته للأردن ولشعبه كيف يكون دائماً بأفضل صورة. تعرف على ضيفنا لليوم. أهلا وسهلا فيك زهراء. أهلا فيك أخرى. منورنا. شكرا. ودائما منحب نستضيفك وبحب أعرف منك جوانب يمكن كتير ناس ما بيعرفوها لجلالة الحسين رحمه الله. ألف مبروك كتابك. سبب اليوم كمان إحنا ليش ملتقين معك بسبب صدور كتابك اللي أصدرته بذكرى 20 عام على وفاة الحسين رحمه الله و20 عام لجلوس الملك عبد الله أطال الله في عمره. ألف مبروك لكتاب زهراء. شكرا شكرا. وكانت هدية خاصة للملك عبد الله في عيد ميلاده. شكرا. كل عام وهو بخير طبعا، وانت بألف خير ومشكور. وأنا حبيت أنه يصير اللقاء بيني وبينك بس لأنه أنت قدرتي مرة تخليني أدمع. أول شيء نبدأ بلبسك زهراب، يعني شو لابس العلم تحت الحطة هون تحت الشماغ؟ عندك العلم الأردني وهناك في كمان إشارة تانية. هاي تبع الكانسر. أوكي. أوكي. هلأ أنا ليش حبيت ألبس هيك؟ أولا لأنه أنا وفي، لأنه إحنا proud Jordanians. نعم. أردنيين فخورين. فخورين. لازم نرجع لأصلنا الهاشمي الأردني. أنا إذا بحب الملك حسين بحب الملك عبد الله. نعم. بدنا نمشي بهالمشوار. بلا شك عندنا شوية إشكالات وكذا، ما في مشكلة. أكثر من 25 سنة عشت مع جلالة الحسين رحمه الله بحياته اليومية العفوية، حياة العامة، سفراته حول العالم. وأنا بعتقد أنه سبب تميز كل شيء عمله الحسين وبقاء الحسين كشخصية الكل بيقول أو نحن كلنا بنعرف شخصية لن تتكرر بالتاريخ، هو تناغم من هو الحسين من الداخل وشو كان عم بيعمل. بحب أسمع منك جوانب من شخصية الحسين بهذا الموضوع. كان هو يعطي أهمية للشعب وللأردن أكثر من نفسه. يعني ما كان ينبسط إلا لما يشوفك أنت مبسوطة. مظبوط. كان يجيب من هون ومن هون، تعرف إحنا ما عندناش بترول. من كل العالم كان يجي يحط بالأردن، وأطيب وقت له كان يروح على الخيمة بيت الشعر بإحدى الوديان، يقعد على الأرض، مش على كرسي، إحنا قاعدين على كرسي صح. يقعد على أرض هيك يحط كوعه ويشرب قهوة وشاي مع البدو هذول الطيبين. فأنا ليش عم بحكي هيك؟ مشان ما ننسى طيبتنا. نعم. بترجاكو نرجع شوية لورا ونكمل هالمشوار الحلو الطيب مع الملك عبد الله. بس نعم. هذا هو. طيب شو عامل بهواي بزمناتك؟ أنا طلعت بهواي من الشباك غرفتي، احنا بالطابق التاسع جماعة سيدنا، وهو بالطابق العاشر كان. حملت كاميرتي وشنطاية الكاميرا وكذا وإشي، قلت خليني أطلع على السطوح أصور. كويس. طلعت على العاشر، فتحت باب، كان في باب، طلعت على السطوح، اجيت مناظر بجنن وأشجار وكذا، وصرت أصور. فجأة واحد بقول لي دونت موف بالمسدس.
طلعت لورا هيك وانه واحد لابس شرطه، شرطي من هواي. شرطي وحامل مسدس القدي ومش صغير القدي هالقدي. عم بعمل هيك عم بروج مسكين. وعم بقول لي دونت موف. ثلاثه من الاف بي اي دخلوا من الباب اجوا علي لا بحكوا ولا شيء. مسكوني. وين ودوني؟ على غرفة سيدنا. اوكي. على السويت تبعه. دخلوا على سيدنا ماسكيني من ايدي. قالوا يور ماجستي الفوضى اللي عملها مصورك. في ذكرى مرور 20 عام على وفاة الحسين بن طلال، ملك البحرين بيقول انه عم بتذكر ذكريات مع الملك، بيقول القائد الذي استعنا بخبرته العسكرية الفذة بتأسيس قوة دفاع البحرين التي كان للخبرات العسكرية الأردنية أبرز الأثر في تأسيسها. الملك الحسين رحمه الله هو شخصية لن تتكرر في التاريخ، وسبب كل النجاح أنه كان متناغم من هو الحسين من الداخل مع ماذا كان يفعل ويفرجينا ويعكس للشعب الأردني. محبة الحسين للأردن وللشعب الأردني، هيك أعطيني مواقف منها حسيت إنها بالفعل بتجسد المحبة. طفل من الأطفال بيجي ركض على رحمة الملك حسين بقول له يا سيدي يا سيدي أنت بدك تعيد مع أولادك؟ أنا مش راح أقدر أعيد مع أبوي اليوم. قال له خير، وين أبوك؟ قال له بالسجن. كويس. فجاب واحد من الحرس قال خدوا الولد مع أمه روحوا اطلعوا أبوه من السجن مشان يعيد مع أولاده. يوم وفاة الحسين رحمه الله يعني قبل 20 سنة 7/2/1999 كان الحسين في المدينة الحسين الطبية. مزبوط. والناس كانوا برا وأعلنوا وفاة الحسين. مزبوط. وإنت بعد 25 سنة كل يوم تقريبا مع الحسين بسفراته وبحياته جوا البلد وخارج البلد، وين كنت؟ لما أعلنوا وفاة الحسين أشوف الناس شو صاروا يعملوا في بعض. واحد من الاختيار اللي شفتي البدوي هذا كان في إيده خزران خبط في حاله لحتى وقع على الأرض. نسوان بدهم يزتوا حالهم تحت عجل سيارة الملك حسين مشان يروحوا معه يموتوا معه يستشهدوا معه. أنا عمري ما شفت هيك جناز بالتاريخ. بيل كلينتون قال هو القائد الوحيد أو الرجل الوحيد اللي جمع كل رؤساء العالم في حياته وبعد مماته. لأنه أربع رؤساء هون في بالصور بتفرجي أربع رؤساء أمريكيين، وكانت قديش كانت جنازة بكي عليها الأردنيين بيقولوا السماء بكيت على وفاة الحسين. في هذا الكتاب حاطت في بدايته صورة للملك حسين رحمه الله والملك عبد الله أطال الله في عمره وكلمات كتبها الحسين وألقاها ب 30 كانون الأول 1962 يوم مولد الملك عبد الله طول الله بعمره. ولسوف يكبر عبد الله ويترعرع ويترعرع في صفوفكم وبين إخوته وأخواته من أبنائكم وبناتكم، وحين يشتد به العود ويقوى له الساعد سيذكر ذلك اللقاء الخالد الذي لقي به كل واحد منكم بشرى مولده، وسيذكر تلك البهجة العميقة التي شاءت محبتكم ووفاؤكم إلى أن تفجر أنهارها في كل قلب من قلوبكم، وعندها سيعرف عبد الله كيف يكون كأبيه الخادم المخلص لهذه الأسرة والجندي الأمين في جيش العروبة والإسلام.